اولا انا خويا مرحبا بكم في جديد، عيد مبارك سعيد ان شاء الله تكونوا دوزتوا مزيان. فقت الصباح مسكين دوشت باش شقبال نبدا النهار اللي ديالي. صاوب شعرهم قبل نهار العيد. انا حتى الصباح ديال العيد عاد دوش شعري بيجاما اون شي دروين الله صافي عاد نمشيو نفطرو. ورجعوا عرفتوا فاش كتنعسوا كتبقى لكم ديك الطبعه ديال الناس ايوا صافي عاود صبغتهم باش يبقاو هكا فيهم لافيونس. نورمالمون هذا الشيء كيتدار نهار قبل العيد ولكن حنا حتى نهار العيد علاش قاعده اصلا. مازال ما طحتش فشي وحده باش نبدا القيمه ولكن كنا شفنا في ديس وقت وكنت حنطه شوفوا هادي تقريبا الوحده هاد العيد دايز شويه مفرق. مازال انا ما لبستش حوايجي زعما الاصليين ديال العيد ولكن المهم خارجه نمشي نجيب واحد لاطارت ديال العيد ميلاد ديال بنت اختي. ايوا صافي غادي نمشي نجيبو لاطارت حتى العشاء نوريكم اللبسه ديال العيد. اخر مره تكونوا شفتوني فاش كنت كنصاوب شعري صاوبت شعري صافي غادي نمشي نجيبو لاطارت. ماما انا نوريكم فاش غادي ناخد لاطارت حتى هاكا ما راهمش صحاب لكن صحاب ديما كناخدو من عندها لاطارت واي حاجه كناخدوها. هاد بنت غزاله تبعت كتصاوب ميني طارت ولا ميني كيك ولا كيك وداكشي. كيبان لكم الشطار سيتم الرجوع الى العمل بتوقيت جرينيتش زائد واحد ذلك باضافه 60 دقيقه. المهم هي اللي جابت لا طارت راه فريمون فن راه غير ما كتبانش هنايا حتى نحلو لها هذا في الدار ونوريها لكم. وعطاتني هادو واحد الكاطويات فيهم عيد مبارك شي سو كيوت. غزاله غزاله ديما كنشرو من عندها تاع عيد مبارك شي سو كيوت. نخليكم لاباج ديالها في انستغرام هيا لي كاينه في فاس كتصاوب الكاطو ولا طارت اي حاجه بغيتوها. نوريكم الجلابه ولكن فاش غادي تلبس عاد غادي تبان صراحه فن لي لي دات بحال هكا. شوفوا هادي خصني نصور لكم ضروري في الضو. لبست هاك في هاد اللون ودرت الضفاري في الاحمر باش يجي معاه هذا و لي طالون في نفس هاد اللون هذا صافي. هادشي اللي كاين او دا ساك فهمتوني هانتوما ستات فاش كتشوفوا مع هذا اتس ذا سيم صافي. وشعري خلاص انا قلت لكم صاوبتو بس واحد الشيء اللي با ما هادو اللي كنت كنبيع او صافي. هادشي اللي كاين شعري زبدة شو واحد يصورني من اللون صافي. هادشي اللي كاين صح. هاد العيد هذا داز شوية ثقيل قلت تحت ما كاينينش ماما وبابا حيت كاين في العمرة دونك دوزت حنايا انا خواتي سي وداكشي كي معليش اتس اوكي.
اليوم كنا كنغير سكر انا. هذا نورمالمون لوست ديال البلوك. نسيت ما قلت لكمش على المبارك سعيد، ان شاء الله تكونوا دوزتوا مزيان حيت اكيد داز. وان شاء الله يتحقق لكم كاع داكشي اللي كتمنوا، بزاف ديال الفلوس، بزاف ديال السعاده، بزاف ديال الصحه، بزاف كاع داكشي اللي بغيتو توصلوا ليه ان شاء الله توصلوا ليه. شي كاين دابا كاين لانيفيرسير ديال بنت اختي لينا، غادي نوريكم شويه ديال داكشي اللي درنا. واخا العيد كلشي كلشي سعيد، كاين حتى شي واحد ولكن حاولنا. انا اسف على لاكاليتي ديال الفيديو ولكن المهم عيني حمر بزاف، خاصني نحيد لي لونتي. مشاكل مشاكل، داو معايا انت ندير تصحيح النظر. انا كندير المانيفيستيشن قانون الجذب باش نجذب لراسي لي لونتي لي لونتي تصحيح النظر ان شاء الله. خصنا نركز معاها ندير اس حسنا انا غادي نسالي لكم فلوغ. صراحه نسيت ما ساليتي شفتك النهار ديال العيد، دازت تقريبا يومين. شكرا بزاف حيت بقيتو كتفرجوا فيا حتى دابا. ما تنساوش تدخلوا عندي الانستغرام خاولا اش او ام والتيك توك حتى هو خاولا اش او ام. خليو لي كومونتير هنا وديروا ابوني، نشوفكم فيديو حتى اخر. باي باي.